اليوم وصولنا إلى منصة التتويج والاستحقاق للفوز بجائزة أفضل اتصال داخلي مؤسسي، ولا شك أن هذا الاستحقاق والفوز للعام الثاني على التوالي يؤكد حقيقة أن هذا الفوز ما جاء من كحظ، وإنما جاء بجهد وخطة استراتيجية مدروسة، وكان هذا نتاج الخطة واللي ظهرت على شكل مبادرات استراتيجية ترجمت في عمليات حقيقة تواصل داخلي، تنوعت في استخدام وسائل التكنولوجيا، وكذلك أيضا شملت ضمنت عملية استمرارية التواصل المؤسسي مع الموظفين على مدار العام. فكل الشكر حقيقة على القائمين على هذه الجائزة والتنظيم الجائزة، والشكر موصول لرئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد.